مرحلة 25 غير مؤامرة. هو ايام سلطة مبارك هو فين النهاردة اهو السجن للرجالة مش للنسوان وهو مرة عشان مش قادر يستحمل السجن لكن حسني مبارك راجل وزعيم اهو قاعد في السجن 3 سنين واربع سنين النهاردة ما عيطش ولا قال هاني لكن المرة احمد بابا بيعيط زي النسوان النهاردة في السجن ها هو ماشي عشان يحافظ على دم ابناء المصريين حضرتك عشان يعيشوا عشان يشم نفسهم مش عشان يموتوا اذا كان الغني هيدوس على الفقير يموته احنا عايزين حكم عادل حكم ما يرضي ربنا هو ربنا اللي هيحافظ حسني بريء من ضرب النار حسني بريء من ضرب النار اللي حارب لاجل بلادي نكسة على الشرطة نكسة على البلد ونكسة على الشباب انا بقول لكل شاب اجاهد واشتغل عشان قيمة بلدك في كل مكان الوقت وبقول لأردخان ابعد وان شاء الله ان شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا توقعنا الامن المركزي والعمليات الخاصه والامن العام ورجال البحث الجنائي شهدنا ايضا قسم من قطاعات الاداره العامه للحمايه المدنيه بالاضافه الى عدد من الكلاب البوليسيه التي كانت تقوم بعمليات يموت في بيته يموت في بيته من امتى كنا المصريين كده يا جماعه؟ انت قلتي لو حتى لو قدر لو حسني مات او احنا متنا ابناء مبارك احنا فرد فرد ولادنا هيدافعوا عن مبارك ما عندناش كلمه رايه مبارك